يعني الجديد هنا وسط قطاع غزة، بأن هناك عمليات قصف مدفعي وإطلاق للقنابل الدخانية في المناطق الشمالية الغربية لمخيم النصيرات. هذه القذائف الدخانية الآن تسقط على منطقة تسمى بمنطقة المفتي، وكذلك المناطق الشمالية الغربية لمنطقة شركة توليد الكهرباء وسط قطاع غزة. عمليات القصف بالقذائف الدخانية وكذلك قنابل الإنارة وأيضا القصف المدفعي يأتي تزامنا مع غارة إسرائيلية نفذت قبل أقل من نصف ساعة من الآن على أرض زراعية خلف منتزه النصيرات في منطقة المفتي شمال غرب النصيرات وسط قطاع فارغة محمود أو غزة، كان إضافة بها خيام ربما؟ لغارة نفذت من قبل الطائرات الحربية. نعم، هي بطبيعة الحال أراضي زراعية فارغة، الاحتلال الإسرائيلي يكثف من عمليات قصفه عليها في تلك المنطقة، تزامنا أيضا مع غارات نفذت على منطقة الزوايدة، حيث غارة إسرائيلية قبل قليل دقائق معدودة قبل أن نخرج على الهواء مباشرة استهدفت أرضا زراعية على ما يبدو، وإطلاق لمقذوفة صاروخية باتجاه الطائرات الحربية في سماء وسط قطاع غزة من قبل الفصائل الفلسطينية، كانت يعني تشاهد بها العين بالحقيقة لحظة إطلاق هذه المقذوفة الصاروخية باتجاه هذه الطائرات الحربية التي دخلت سماء وسط القطاع، فيما لم تعلن أي جهة مسلحة فلسطينية حتى هذه اللحظات عن هذه العملية، لكن أو حتى لم يعقب الاحتلال الإسرائيلي عليه. بطبيعة الحال القصف المدفعي أيضا متجدد على المناطق الشرقية للنصيرات وأيضا المناطق الشمالية الشرقية للبريج، المغازي ودير البلح حتى هذه الساعة لم تسجل أي غارة إسرائيلية عليهما، وبالتالي تشهد فقط الأجواء في هذه الأوقات سماء دير البلح تحليق للطائرات الحربية، طائرات الاستطلاع، وأيضا تدخل الطائرات المروحية في المناطق الغربية للنصيرات وتتجه باتجاه أو لدير البلح وتتجه باتجاه النصيرات والزويدة، وتقوم بإطلاق النار أيضا باتجاه منطقة المغراقة ومنطقة وادي غزة التي يعني تشهد في هذه الأوقات عملية تقدم وتوغل محدود في تلك المنطقة. لم تصل الدبابات لداخل عمق مخيم النصيرات، هي تتواجد داخل مجرى وادي غزة، تتواجد جنوب منطقة المغراقة، فصلت منطقة المغراقة عن منطقة المخيم الجديد بالنصيرات، والتي شهدت هذا اليوم عملية نزوح كبيرة لعدد كبير من العائلات الفلسطينية، والتي صاحبها أيضا غارات استهدفت منازل المواطنين ومساجد، إضافة للشقق السكنية وأبراج يعني عالية في منطقة المخيم الجديد بالنصيرة. طيب محمود، نقطتان. النقطة الأولى متعلقة بالبحث تحت الركام أو الأنقاض، إلى أي درجة هذا العمل جاري وبوسائل ربما بدائية؟ يعني أنا أعلم أنه لا جرافات مثلا تستطيع أن تنقل الركام، الأمر كله يدويا. كيف تسير هذه النقطة محمود؟ النقطة الأخرى، كنا سويا وكنت معي على الهواء أثناء عملية ضرب خيام النازحين وزملائنا الصحفيين أمام مستشفى شهداء الأقصى. أنا لم أعد أطالع نفس المكان للخيام، هل رحلوا محمود؟ هل تم إقامة خيام أخرى في منطقة مجاورة أو هم تركوا المكان برمته؟ نعم، أبدأ بالنقطة الثانية، حيث الاحتلال الإسرائيلي عندما قصف خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى وتضرر لخيام الصحفيين كذلك وإصابة عدد منهم وارتقاء 2 من الشهداء من النازحين، عدد كبير جدا من النازحين الذين كانوا يتواجدوا داخل ساحة مستشفى شهداء الأقصى غادروها، ولكن أقاموا خيام أخرى في مناطق مجاورة لمستشفى شهداء الأقصى، وبقيت المنطقة التي قصفت منطقة فارغة، ويعني في هذه الأوقات أيضا تقام بها بعض الفعاليات هي متنزهة بالحقيقة. ما قصف هي حديقة مستشفى شهداء الأقصى، وما تزامنا مع يعني عيد الفطر السعيد أحيانا نشاهد بعض الفعاليات البسيطة للأطفال كالرسومات على الوجوه وكذلك إقامة بعض الفعاليات لهم في هذه الحديقة، هي أصبحت فارغة بعد الغارة الإسرائيلية التي شنتها الطائرات على ساحة مستشفى شهداء الأقصى. النقطة الأولى وهي عمليات الدفاع المدني، جهاز الدفاع المدني
نعم، جهاز الدفاع المدني هو يعمل بثلاثة سيارات، السيارة الأولى هي سيارة إسعاف، السيارة الثانية سيارة إطفاء، والسيارة الثالثة هي سيارة مساندة في عمليات الإطفاء. ثلاثة سيارات بعشرة طواقم، من 10 إلى 15 طاقم فقط يعمل لدى جهاز الدفاع المدني هنا وسط قطاع غزة أتحدث، وبالتالي تضرر المقرات الرئيسية وتضرر كذلك العربات الخاصة بجهاز الدفاع المدني أحدث معيقات كبيرة جدا لدى هذا الجهاز في عمليات البحث عن المفقودين وكذلك الشهداء أسفل ركام المنزل. هناك استعانة بالبلديات، هناك استعانة بالكبشات والمعدات الثقيلة الخاصة بالبلديات في وسط القطاع حتى تقوم بفتح الطرقات، حتى تقوم بإزالة الركام، حتى تقوم كذلك بانتشال الشهداء والمصابين من أسفل ركام المنازل التي تقصف. جهاز الدفاع المدني لا يوجد لديه إمكانيات للوصول لشقق سكنية عالية كما حدث اليوم بالنصيرات في منطقة أبراج الصالحي، أن تكون هناك سيارة يعني لديها سلم كهربائي حتى تقوم الطواقم بإجلاء المصابين عليه. هناك أعمال يدوية كانت يعني الطفايات التي تقوم بإطفاء الحرائق اليدوية، هناك عمليات بحث بالمعدات البسيطة هي التي أصلا طرأ عليها الصدأ وبالتالي هي غير صالحة للاستعمال. لكن رغم كل هذه المعيقات إلا أننا نشاهد إنجاز كبير جدا من طواقم الدفاع المدني، هناك جهود كبيرة تبذل من هذا الجهاز الذي يعمل على انتشال المصابين وكذلك الشهداء، ورغم أيضا عمليات الاستهداف التي تطال سياراتهم في مدينة غزة في الوسط وكذلك ارتقاء عدد كبير جدا من شهداء جهاز الدفاع المدني وكذلك الاستهدافات المتتالية التي لم تتوقف، وهذا يحدث جهد كبير جدا على هذا الجهاز. كيف لك أن تتخيل بأن وسط القطاع بمخيماته يغطي هذا الجهاز جهاز الدفاع المدني أكثر من منطقة، وبالتالي هناك صعوبات بالحقيقة يلزم تدخل كبير جدا من الجهات الأولية لإدخال المعدات وكذلك الأدوات. في عجالة محمود، هي نقطة أخيرة وأنا أعلم حجم المأساة والكارثة محمود، لكن نحن في أيام العيد، هل استطاع بأي صورة من الصور بجهود مدنية بجهود فردية، هل تسربت خيوط الفرحة والبهجة لحلول عيد الفطر على أهلنا في قطاع غزة، أو أن الأمر هو صعب؟ أنا على علم أنه كارثي، لكن أنا أتلمس خيطا من الأمل مع الغزاوية. أرصدت هذا الأمر بأي فعالية أي أنشطة أو لا؟ نعم ستحدث بي، لكن سأحاول أن أجلب هذا الطفل الذي يجاورني في هذه الأوقات حتى يجيب على هذا السؤال، ولربما العالم أجمع يشاهد هذا الطفل الذي يعني هو يعني كان بجواري ويستمع لكل كلمة أتحدث بها على الهواء مباشرة. هذا الطفل يعني يستمع لكل كلمة أتحدث بها. كيف حالك يا عمو؟ الحمد لله. احكي لي شو اسمك؟ عبد الرحمن سيد عبد اللطيف صالح. من وين انت؟ من جباليا. جباليا شمال غزة. احكي لي عمو، شريته على العيد؟ لا. طيب انت حاسس انه في عيد؟ ليش؟ عشان الدنيا حرم ومعناش مثلا نجيب اواعي. طيب ما رحتش تلعب على مراجيح على كذا؟ رحت. كنت خايف؟ طيب ايش انت يعني كطفل يعني جيت من جبالي على مستشفى شهداء الاقصى، تمام، ايش نفسك؟ نفسي في كل شيء. ايش نفسك؟ احكي لنا ايش نفسك؟ كل شيء. يعني نفسك تخلص الحرب؟ وترجع على بيتك؟ وتفرح زي باقي اطفال العالم؟ هذه امنيتك؟ طبعا لربما الطفل هذا اجاب على التساؤل الذي استمعت او السؤال الذي استمعت اليه قبل قليل. يعني لربما عيد الفطر حتى على الصعيد الشخصي لم نشاهد ايام صعبه جدا ومؤلمة بالحقيقة منذ سنوات. غزة تعيش هذه الظروف الصعبة وهي يعني تتعرض لحرب إبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، تعايش شهر رمضان المبارك وتعايش أول أيام وثاني أيام عيد الفطر الذي كان يتمنى الناس أن يكون سعيد، لكن لم يكن سعيد هذا العيد، خاصة أنه كان عيد الشهداء عندما الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة
ليلة عيد الفطر السعيد في مخيم النصيرات أدى ذلك لارتقاء 14 شهيدا. لم يكن عيدا كما يعني يتمناه البعض، لكن العيد الأكبر لدى هؤلاء الناس والأطفال والعائلات النازحة أن يعودوا لمنازلهم في شمال القطاع ومدينة غزة إن شاء الله. شكرا جزيلا لزميلي محمود اللوح، أثقلت قلبي لكن بشكرك على كل جهد بتقوم به. محمود اللوح مراسل الغد من بيرن.